بعد مواجهة استمرت أكتر من سنة، الباتل ليج وصل للنهائي. فوقك لو بتحب المطر، تعرض الصوت والضوء بس من فوق، تبدل من الشمس والقمر. دي اكابيلا اسمي جون سويت شير من غير ميوزك، ده اللي مكتوب لك في القدر. ولو في يوم الباتل زون بقت لو، ودي حلبة هتموت لان كتفي مطرقة صور واستقبلي في حلب والسمر. نظراتي مغرية للنسوان زي راندي اورتن، قبل الاركي واخطف صاحبتك كاني جوبلن. النار ما بتلسعش مؤمن بس بيلبس الخازوق، وكل مرة تشوفنا جيلك من الحزن اوفر دوس، وهي فيا بتبوس عامل لك حركة ستيك اوستن. وهنا تشوف قمة الذل على كوكب الارض، وبعد ما عذبك هربطك في كرسي وقدامك شاشة عرض، مربوط تحتها طبانجة والزينات مربوط بحبل، والشاشة بتعرض لك اللي بيحصل في الشقة اللي تحت. الحبل اللي رابط الزينات مربوط عند صاحبتك من حلق، وانا بطلب منها تعمل لي بروجوكت اول ما بطلع في الكادر. مش هيطلع عليك بدر، هتشوف نفسك قبل ما تموت ريتشارد قلب الاسد، بس عشان كل خلفائك خلود. اسمي عزرائيل يا كلب، وده مش انمي ولا كرتون، لاني كتبت طريقة موتك من غير ما يكون في ايدي تسلوب. المكان قلب ساونا، اسمي مستودع، انا العلم هقلبك سامسونج، ودي معلومة من المستودع، ان ستيف هوكن انتحر بعد ما عرف يشوف المستقبل، لانه اكتشف ان بعد الباتل دي من كتر الاسوأ فهتشرج الاستاذ بعد كل ده هتطلع الثقب الاسود. ولا اخسر، انا مصدر الحياة، قصدي الشمس في المجال، مش هيكون ليك عباد لاني بكسر الاصنام. 30 يوم ب 30 بار، وبما ان الشمس دي اصفاد اقصوم لحد ما اختفي، كان الراوند دي رمضان. ايام ما كذب جمع صحابه في المكان وعملوا ترايك فيشن، كان الاسم الطالب والاستاذه ومفيش بنكلاس بيت، حبيحقق الامنيه اللي اتمناها وهو طفل، قرر يكون مدرس رسم بعد ما الزمن اداله رجل، لدرجه انه عجز لا وكمان طلع له كرش، وبعد ما عدى اول ترم امتحان الطلاب كان لسه الحمار خالف في ابنه، طالب قال له طب اطلع بره عشان محدش فينا يغش. بس المستوى بعمله ايه؟ بي سي دي، مش هتوصل للمستوى ده حتى لو جبت معاك من الداتا سي دي، كونك هتتفشخ في الباتل دي حاجه تزود لك السي في، ولو قلت ان الزد اخر الحروف ده معناه ان كلكم مفنسين لي. بحب الابطال الخارقين، فبرمجتها على فيلم يقول لي اني بطل في السرير لدرجه اكبر من سنس، قالت لي ولا طبعا الناس هتسأل انا مستخدم حمولي ليه؟ قال في التراك ليه؟ انا مريض نفسي علشان كده بقيت سواج،
لحد هنا الكلام جميل، بس هتشوفوه بنفس نظرتي ومش هيبقى الموضوع لذيذ لما تعرفوا ان كلمه سواج اختصار للجمله دي سيكريتلي وي ار جيمز. سيكريتلي وي ار. عايز اسالك سؤال قدام الناس يعني رد ما تكذبش، لما نزلت صوره مع ركان ده كان التراك في المطبخ ولا مطبخ افتر سكس؟ وعلى فكره كونك اول واحد عملت فيه سكور دي مش حاجه تتاخد بيها اكيد، انت السبب في كل التراكات الخولانه اللي ماليه السين، عشان كده جيت النهارده عشان انصحك في الطريق، قلت يا تراب يا تموت ولا كلام الباتل بي، فكرت انك تقيل لكن خيبت امل فيك وطلعت اول واحد من الباتل حاضر عزرائيل. اقل منك دايما، المخدرات اللي تشربها كانت بتقل قيمتك، وكل مره بتشرب بتفيم لدرجه انك اعجبت بسام شاهين اللي كعب رجلك احلى منها. قبل ما اجي الباتل وانا عارف اني كسبان اساسا، ليه يا بنا جبت لي حمولي وانت اكتر واحد عارف ان الهرم ما بيجيبش رجاله؟ تمام، بس احقاقا للحق في حاجه لازم اقولها في الباتل عشان ما اكونش مصطنع، الهرم جاب الثلاث رجاله وانا شخصيا بحترمهم، خوف وخفرع ومنقرع. اوكي انا وانت اصحاب، بس كان لازم صاحبتي جي تي ايه بتلعب مع واحد بس، صاحبتك بيتلعب فيها اكتر من اربع صنفار بلور، بتفتح رجليها لاي حاجه بتلعب فيها الروح بوابه كارفور. اسماء تركاته غريبه وفي الاغلب بترد وفي صدره وبتقتله، ومن غير ما اعمل اي مجهود اسماء تركاته هي اللي النهارده هتغفله، هتفضل تصرخ وتقول لي كله يا وليد ومش هتكون رئيس حتى لو في فيلم زازا، ابتسامتك وقت الحرب مش هنشوفها تاني عشان مفيش ديلر هيديلك استباحه، تربى 11 احفاد اسكندر اقوى اوقات تحت الارض، فبتثبت لابا الفي رومانسي فبحشر لك براد زي الورد في كيسك يا صاحبي انت الفازه. وهيتكفي الارض وفور هتتعجز براد بقوه 300 سبارتي او بينجو، هتموت من رعب الصرخه ومهما بقيت مدرسه في كلاش الفايتنز مش هتصد قدام اللمبه، وكل ما هتشوف حرف فيها تستخبى، اول واحد يسقط النهارده وهو انت، مفيش غير اسامه هو اللي عليه الحفله من كتر النيك فيك هو بتيسك اتمطرت خبطت في النجفه. مش هتكسب لو كنت زيك اسطول، البرميلي ساتور في وش كل السفله. اقدر لك دارك تبقى شبه المختار او في كرتون الفسحه زي انزل، الباتل دي فيلم الجيت لي، انت هنا ضفدع كونغ فو باندا، في دماغي الافكار السودا منجم اخو هركليز، فصدر صدر اي قذيفه وانا عارف اني مش هموت اصلا، انا ورقه كوتشينا عمري ما لقيت لنفسي بصره، قيصر تاخد الديس لايك واول ما انزل صبعي المصارع يموت فورا. الإهانة فيك مش هتتعامل معاملة أدبي، في الباتل تحملي في الراب أحبابي مش هتحتاجي لحقن مجالي، لو أنت فشيل على الأرض أنا هدمر كوكبي، أسامة بلا مسلم في صعب تتبع مذهبي، أنت الطفل في الكتاب قصاد العالم الأزهري، أنا الناشئ الحديث فقعدك على كرسي بعجل وصالحك للحقيقة أنت انتهيت عالمي. تدريب مكثف للامسي محلول من القيود واستكون من العبيد، برات الساعة معرفة التورات وسطور الانجيل، البيت مقدس بالنسبة لي زي الترانيم، كل اللي بيخش هنا قالوا بيجوا يستلموه قتيل، فتخيل كم شرموطة زيك ماتت قبليك، انت جيت غلط الباتلزون مش دار مسلمين، اماشيك مجنون زي عصفور مفكر ان العلبة فيها فيل، وزنك خفيف ريشة في بطنك العلاقة للريح، اسخن الباتل دي بالظبط كاني بولع في فتيل، انت مش يسوع بس بعد الباتل دي مش هتشوف نور، سميها العشاء الاخير. بقيت حزني وجبت سعاد بس ما شافتش الدنيا بامبي، هتبقى بطل في الباتل راب في حاله لو كيرس وان ما اتولدش، واللي اخترعت الباتل راب كانت مرض ترتاح في بحر. لو بتحب الاباحه فيك صاحبي خد كلام في الشارع، الموت في الكتره سطره، بتحلم تكون طباخ وبتحارب العين الوسطى، بس اخرك هتبقى رماد واصحابك هيشدوك بدره، التفسير اللي انت بتقوله انك فعلا شربت طبله فافتكرت صلاه حشيش شربت وجبت سمعهولنا، عارف لو الضرب بطل يعمل لك دماغ شكرا، هتبقى بتاكل الحشيش بكميات زي الضندرمه، هتحبس نفسك في الصبر كله خيوط من اصولنا، هتفتكر بتاعه حشيش وهتحطهم كلهم في بقك. صعبة الفارس بيه. ايه الاسم ده يا ابني؟ انت شفت
وانت بتختار اسمك يعني؟ من ساعة ما اتفرجت على باشا تلميذ وانفعل فيك امل، يا ريت ما دلعت كيسو ولا كفو، ده واحد اللي اختار يكون خوي بالمعنى الحرفي. عشان كده عملت اعدائك اسمه كيسو، ابو شعر بامبي. لما بتاعكم مع بعض بتلاقي بيسو بيجري بيقول عورني في وشي فما حدش يحطني. المهم بالنسبة لي مش ان بيسو كان بيجري في طريق العكسي، لا ان كيسو كان بيجري وهو ماسك عصاية دويسي. بص يلا الراب عمره ما هيعمل لك انت تيود ميكس مش مظبوط، زي كانك بتراب على بيت اولد سكول. عارف لو الباتل دي اربع راوندات كنت حبستك ترو زي جدران قطه كازلك وفكرك بعقاب ابوك. ده رعب كفيل يقلبك كامل عشان تغني امي، صاحبتك اسمها نوال فجبتها تلعب في زوفي، ام كلثوم في اوضتي بتسرح نعم من تبرد اغنيه تنسى عمري، فكرت بقها تحت حبيت اقطع لها الاحبال ففكرت المايك زوبري، هبجي كسرت الفنجان فحليم غنالي جبار، عكسك يا عبد الوهاب لما بيعرفوا انك نازل قصاد، اللي خلى نطحات السحاب على الارض تبقى رماد بيفتكروك باغنيه طيار راقد ونزحت. مفيش حاجة في ايدك افكارك عقيمة، مفيش جديد زي التراب على مدريشة، انت الوحيد وما تكون العريس مش هتحس بدقيقة حتى لو المعريس بدقيقة. عارف ليه؟ عشان كل ما تعدي على جنين بتخبي الحشيش في جيبك. البتر لاب واحدة حبت تقضي معايا يومها، اديتها قلمين ورميتها على السرير وخرقت لها هدومها، 50 شيدز اوف بانش لاينز من 6 للقفر، ما عملتش معاها واحد عملت 28 حرب. من كتر الطلب على الكوستا كاني فان تايم لدرجه ان القصه بقت اثبات على نظريه داروين. كان اسمها استر، لو في بينا يوم تاني وعدك اني هعمل اكتر، نكتب كل حاجه فيها فاضل بس دي داستر. لا 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 على موقع برازرز كاتب لي النهارده شهور، ودي بجد اسمها اصابه عشان انت ولا حسيت الهوا. مستحيل حتى لو قدامك كان اللايف شو هتتفقد الاثاره، صاحبي اسمع عيلتك هذا. طيب ايه سوقت في كوشه وقفتك قدامنا بتنسيك خبرتك، بتفكرك بيك زي ماما جابتك سلوته، كان نفسك تبقى بطل في المراقب لقيتك كومبارس في شركه المرعبين المحدوده، بتستلف منا براد فهتلاقي كل بنشاطك علوته، نفسك توصلني مع اني صغير نعكس الاعباره تبقى انت بنت مراهقه ولا الزبوطه. دور في كتاب الاساطير هتلاقي على البيئه في صفحه وحدوته، كان يا مكان كلها تقلع وتتهان، تخيل التوته توته. صاحبي لابس للشواذ زي البادي الكارينه، كل ما تخسر تجعجع وتعلي صوتك اي كي اي قانون، كل ما تعطل الدقيقه سرينه، نص كيلو بيشتكي له بيقولوا له من الفيهات جت هرينا، قلبت الناس من كتر الشغل بيسو بيقولوا خلاص اكبرينا، كل ما يبقى حد يلعب مالك يا عم تقولي لبزازك علينا، بص نهائي بعنوان هيركليز وزينه، بيسو رومانسي كان جاي مفكرني تامر حسني، نور عيني لا حدس القطر في وشه، انتوا نور عينينا. مش هتلاحق الضرب، مش هتعرف جاي منين، كانك نازل من غير سلاح في بوشنكي، عندنا صن اوف اودن وبيسو اله الضعف الجنسي، النهارده هدوس عليك تريلا محمله رز، امراه في تل ابيب وانت ناديه الجندي، لعبك ما يلزمناش يلزم قناه شعبيات او السادات وفيفتي، انت لو شفت نص الابلس استنى اما اوريك النص الزنجي، كل باتل عنده بتغسيل مخدر جديد، باتل زارا كاتا مول باتل دي نورمو لبسي، تاخد رجل تطلع بره ليج مش هنشوفك تاني، لا اول ما بيشوفني بيجيب بارانويد، دي حاجه كلهم من ربة. اقول لك على حاجه انا اصلي على ليفل في التاريخ فربا بابا. ازرق لك وانت
الكلام هتخاف من الكريبس قلبك مش هيجيبك تلبس بلاد من كتر ما بتجيبهم بسرعه سموه بيسو فلاش بيسو حطوا بيكا مع انه ايجوز كسب ارشاد هترجم الفايده صعب انزل بالدوبلاج انت هنا كومبارس وهنقصك في المونتاج انا جزر المالديف وانت شاطئ البروفاج كل رابك تبتفع انت رابر بلسان جاز رابر مادي انت بميول جدك اسكندر الشاذ انما انا رابر مكتمل بدر وانت يا دوبك نص هلال شهيد الباتل زون مات من باتل زون انت حماده هلال انت في المربع بالظبط مع انك سابر بطولات ولا كاس من كتر ما هي هايجه طالع بلافايتات كتير طالع بلف الشاذ انت عويل كل بال ليا بضحى فيك صح بلف الشاش انت بتتاكل ومحدش يعرف انت ايه انت ماشي نجاح كده زارا حتى لو ما سابريش ولا نجاح صاحبي مش هيبقى عندك كولج عشان غبي حتى لو فتحت 1000 كتاب كل مره اقول للبنا هات حد جامد المره دي جنب صف كلاب بيرن في حد مقفول بايدك وانت داخل امد المفتاح بعد ما اخدك من الشارع وحسيتك بالنعيم قطعت ايدك وبيعك للناس انت كلب وانا كبده الفلاح ما تتضايقوش منه انه اجريسف شويه لا عادي كل دي لخبطه هرمونات انت حرمه لسه والده هتصبع في وشك بالمطوه هترجع المغل نايس تحت الباط ايه ده احنا قلبت الموضوع جد ليه؟ المفروض المفروض الموضوع هزار طب بجد هقول لكم نكته شفتها على الفيس وضحكتني اكتر من برنامج الانتصار هقول ايه يا عم التراك حمله التقوى من المطارات وعرفت ان التراك هيبقى جمله واحده بس وحمولي هيقولها بنفس الطريقه انت اقوى من المخدرات الا لو كنت زي المخدرات بتنيكك او ممكن بطريقه تانيه بس المره دي حمولي مش هيغني لا هيجي هيحطوه في الباك جراوند ويجيبوا اي مذيع يقول انت اقوى من المخدرات الا لو كنت زي الخول ده لو انت ميت من الباتل اللي فات انا الطربي اللي هيساويك بالارض سبب معرفتي بحمولي كان صدفه مش على القصد من 4 سنين بالظبط فينيكس سمعني تراك راب وبعد ما خلصت رديت وقلت اول مره اسمع بنت بتراك حلو في مصر اللي بقوله مش كذب ده بس هيخلي الناس تشوفك بالصوره الكامله معرفتش ايه نوعك فقمت اقرا عن اسمك يمكن الاقي ليك مذهب وانا بقرا في كتب لغتنا فعلا لقيت كارثه معنى كلمه حمولي في المعجم رددها مختلفه لو في حد مش مصدقني فانا عندي كمان اثبات اكتب على الفيسبوك كلمه حمولي بالعربي وهيطلع لك بنت ومع ان شكله مع ان كل صفاته مهنسه وشكله شبه راجل الحريم بتحبه جدا بس انا عرفت السر في الموضوع ده كل الحريم اللي بتحب حمولي ليزبي وعشان لو دافع عن نفسه وقال لا هو بيعرف حريم ستريت بس بيبقوا متاكدين ان هم هيفضلوا فيرجن انت ميت لا محاله مش هتشوف في الشمس بكره عاملها في الحيطه بوستر ولو سالنا البوصله فين ابنه الخوالات هتشاور على خرمك مفيش مخدرات لان كلامي بيقوم بدورها ولو في يوم ما لقتش صباحتك اكيد هتبقى اعمى لان عينك خضرا هتخلعها وتفركها حمولي عامل تراك فيه بيقول انا علمت 3/4 هو فعلا معلم قدير وما بيقولش كلام في الهوا بس الواضح والحقيقي ان محدش فينا دخل مدرسته عارفين ليه؟ محدش فينا اتخون تشجيع زارا بانش من وشك يطلع على اصفات السين من غيره بالظبط كانك شلت رقم 1 من الالف اللي واقف انك هو كده فتح لك القبر صحابك دلوقتي بيدعوا لك يا رب فك الكرب انت هتفضل تتفتح بس تتفتح بس انت الظرف احب اقول لك انك مطلوب في الباتل دي بالاخص قمنا ندرع على الشباب واستكشوف الباتلات فجبناه يشوف كم صفر هنا محتاج انه يتمصر دول سايق رقص تعابين دي ما بقلعش المصر غير لما ازرع قنبله وافجر السين زي قرية سبت سلاسل وبراكين الشغف ترن والهيب هوب كتامين صاحبي بس مش هرفع لك البيس لازم تداري ميولك شويه عشان من كتر الضحك في كيسك فكرناها مصباح علاء الدين I'm
بيموتوا عشان يبيت كده لازم على الاقل قبل ما يراب يبلعه سوبرين. هتطلع من هنا جسم مكسر من قوه البلاط، تترد وتلحس البلاط من وسط كازينو هفه في قسم الطبل والرقصات، هطلعك على كامل بتاعي فتشوف اعلى الابراج، هقفشهم زي الفراخ عشان الشباب تتسبت كعكع. اعتبرني دي لايت، وبعد كل بار بقولك ام نايس، رابك يقفش البيضان بكسرات دايس، وبيع دمك ببلاش مع اعضاءك سلايس، في البدل عن المعجزه اللي هي تقاسلي لو كنت بليفر بالسايس، انت رخص التراب احنا ربنا ادمان هنبيعه باللاين، مسلم والفي ايه قارن الفولجا بالواين، بعد فاتت دي هتفضل تتحرق صن، وانشربك مشاريب تعديك صن شاين، وبرضه مش هتبقى فاين، رامي مساحته كبيره ليك وانشربكوا بالبايت، البدله قبل مسلم عشان ما بوظت الدايت. متعجبنيش عليها والله اللي جوه الدوامة شاهدني بأور سايت، سايب لك ذكرى بشعة مش هتتنسى وهي سيس نايت، وتحس انك في علم ودماغك وقفت ومش عارف تجيب ولا رايم، وحسرك وشوف روحك وهي بتطلع بالبطيل بثانيتين قبل ما البنا يقول تايم. بالنسبة لديسو لعيب فرقة والاحتفال بكفر الشرطة، كانت انا وهو مش هنغير وجهة نظرنا، وانت لو تأكدت تمام مش هتلاقي جدول للضرب، هيفضل بالنسبة لك واحد بواحد يساوي ناتج ده جدول الضرب، بالنسبة لي أنا و15 واحد على الأرض ده جدول الضرب، بالنسبة لي سور فرقة والغرقانة ده جدول الضرب. بجد استغربت لما سمعت جديدك في آخر أونة، وبرضه كنت في البدل، لقيت نفسك بتشبه ببشار الأسد وإن كل السين سوريا، قبل ما أدخل في الموضوع بجد وأتكلم معاك فيه لازم أخلي الناس ترد عليك الأول، لما يبقى أبوك أسد لازم أفكرك إن أمك لا هو التشبيه ده ما جاش بالصدفه، بره عن ان انتوا الاثنين ولاد وسخه تمام، نفس اي كيو اللي بيعبدوا البقر، في رابط تاني اقوى، هو شيعي وانت بتشرب غرقانه، انتوا الاثنين بتسودوا لحد. عارف لو اهلك عارفوا انك بتشبه بنفسك واحد شيعي على الحرام من ديني هينكوك، كل المسلمين اللي انت خدتهم في حياتك هيعرفوا نفس الموضوع هيضطهدوك تمام، وانت في الكخاوه اللي متعود تهرب طول حياتك هتهرب وتحتلق دين جديد هيكون القريب ليك، هتقدس وتحفظ الانجيل، هتقدس وتحفظ الانجيل، هتقدس وتحفظ الانجيل. ثانية ماشي يا شباب ورا، هتقدس وتحفظ الانجيل تمام، وبعد خسارتك الباتل دي هتعدي كل باتلات الليج من غير ولا اي اصابه فيك، من غير ولا اي اصابه فيك، وهتقابلني في النهاية وهيبقى الموضوع شديد وهيبقى قمه في الخسارة، فاكر بقول لك ان جبت كل كنيسه بقى. هتكسب الباتل دي في حاله لو كان بيجي سواج، هتكسب الباتل دي في حاله لو كان بيجي سواج، انا بتسلى بيك امينيمز انت هتنتحر كستان، انا بتسلى بيك امينيمز تحت الكسلان، بسمي عضلاتك شو فاضل بس تشيل الفاتس، رفع الال ناقص فك فكان الشم الاتجاه، هتشيل بلاط من بويزن بن عشان تعمل سكس باك، تكبر عضلاتك اكس ال، تكبر عضلاتك اكس ال فهتتغرب المقاس، هتعاكس واحده كوين فمش هتكون لطيفه معاك، هتجيب ماشين جن وبطنك طلقه والعزرائيل معاك، هيقول لك كام ويز مين، عشان ثابتك هتكون باس. ولقيت صوت كانه طالع من صدري، كان في صوره بيقول لي ايه ده انت تعرف فلانة منين؟ ده انا مربيها وبالنسبه لها قشر، ساعتها رخفت على الموضوع وركنته على جنب، بس المره دي هقول لك عليها هرد عليك بجد، بنتك شرموطه على حد. بامبو تاخد بانشي وقع صف سنانك، تاخد اسلام السانتو وتروح تعيط جنبه، عندي راسين، الراس اللي فوق في الكتابه، الراس اللي تحت جاي ياخد حقه، مش الكذب بس دايما بلطش للاحفاد علشان يتلموا، مش كفايه بند احفاد الشاذ، واسمع عندك انا صباح الجهاز يا ابو عمرو. هتلاقيه ساب مكانه عشان عارف ان مفيش ثلاثة خالي دايما اللي فيه عدواني،
جمالي هتفضل بتتهان وسط التهانة تهاني كبالي مفيش شتيمة فمش هينفع اقولك كل سبون اقولك كل حلالي من عيات البيت الكتابة ان كل بار وراه حكاية المرة دي حرفيا كل بار رواية هتهلوس وتشوف الفيل بيسرق وكل ده بسبب حباية الدي ام تي هتقوم مفزوع من الكوابيس تموت في رومانسية هبتة رغم اني بغرق وانا بعمل الواحد فبطلع جسمي كله خرابيش عايز اسيب اقبض روحك وطير زي الخطفيش هتترنى على الابن تبدناك هاني رمزي وامشي فيه خطفيش لازم الصعيد بعد ما تتكسر مش هترضى تتكبس في مستشفى والريش هنجرح في الدم قرية ماكوندو عشان هتقضي ما هتعامل انا قصدي غلطان وهجيلك اقبض روحك اي نو بيس اول سطر في كتاب الاساطير الباتل دون متحف اللوفر وانت مش هفك شفر دافنشي فتبطل وتعتذر على ايد اصغر الناشئين هفكرك انت هتلر وانا لو كنت نازي هفكرك هتموت من غير كفاحك كل مرة عن كفاحك يشردك الحق خد اخر الانفاس انفيجا وقالت الهبة فنفض التراب من على كتفي فيسموه تراب الماس انت صبعة متحركة مش عجواني زينا بنشاطة في المية مثلث برمودا بنشاطة بحر لعشاق انت لقطة بالصدفة قرعة وقفتك في نص ماشي مكان وانا صياد محترف والنهاردة من سلسين الغسلان صاحبي لازم نقف جنب بعض والناس تحس بالفرق بيس وموهوب اكتشاف لازم نوديه بات البحر اللي راتح الشاب ده ملخن في حد بيهب في القح كل اللي اتجوزتيهم قرم وانا جاي احسن النسل من كتر ما هي مبربكه رفعتها لفوق قلت لها تمام اقصه قالت لي لا شيل السقف انا معرفش انت هنا ازاي وجبتك اغا مش معرفه الاساس وانا بقطع خيوط الشك حتى لو كنت اخرس هكسبك في الاشارات السم والبكم مكسر العجز من كتر ما بتعب في اللي بعمله نسيتش القلب ثابت زي جبال القلب ايدي في ايدك ومش هنصفر بعض زي ولاد العم جواك مكسر حتت وحاسس بالشعر دي ليله الميدالي وبوقت القلع انت النهارده بتتسلق افرس وبعد 10 متر اطرافك بتشنت بالبرد البرد ارسلتون وانت مسلم منك بتلمي اهل كرز انت هنا زبون والحساب بالشرق عشان تكسب الدماغ طايق اغنيه الاطلال وبرده مش هتكون كوكب الشرق اخر يوم تشوف الشمس موزع الارض وانت قالب منتهي مش هتلاقي الحد عشان هتنتحر الجمعه مش هتلحق تقدم السبت انا هنا الالفا اخد الرابرز طابور ولو كل واحد على قوته هياخد كمان الاحفاد هتكون رقم 1000 واقف على الشمال فمش هتشوف مني للكف العيب مش عليك العيب على بالنا جاب لي لقمه صغيره يا دوبك على القلب هتاخد الصدمه وبرده مش هيرجع النبض للقلب وقبل ما تاخد الخطوه الاخيره سمحت المستقبل انتهاء مسيرتك مع انتهاء الوقت طيب هبدا عشان الرجال قوامون على النساء معروف سكيلك في الباتل راب ما بيكونش انسان وكمسلم متعود قبل الذبح بقول بسم الله اهلا بيك في اسكندريه انا مش هطول عليك مسافه ما تهتمك المعده عرفنا ان حمولي من الهرم وان بابا الهرم معاق ذهنيه حرفيا بيقع من على البيت اكتر ما بيمشي على رجليه وعشان ما يطلعش فعليا زكى الشبل من زكى الاسد عملنا البدل مكابيلا انا مش بحب اتريق على علاقه حد بربه بس دي حاجه لازم يعرفها الجمهور انا في حياتي شفت ناس بتعبد ربنا عادي وناس بتعبد الشمس وناس بتعبد البخور وناس بتعبد البقر اللي زيك لكن في حياتي ما شفت ازاي حمولي بيعبد السطور كلامي في الباتل دي هينزل عليك اوسخ من اعراض انسحاب المخدرات اللي بتعبدها وانت بتقدم نفسك في راب اورتاي يقول صاحبي انا ادمنت الراب لحد ما عاد بوشي ده ليه ما قلتش البودره النهارده هنشورك زي الغسيل الوسخ مفيش عفو قدره حمودي عامل تراك ده سم النهارده هنشورك زي الغسيل الوسخ مفيش عفو قدره وبالنسبه لك مش هتكون سهل حمودي عامل تراك اسمه انا اصلا ما بعرفش اراقب وما جاي لي جنب 200 اهلي انا في الراب اعتبر دكتور ده غير اني بتسمع في مصر وكل بلاد الشام لو اتسالنا مين اكبر مريض نفسي في الصين هنوجه عليك اصابع الاتهام وبما اني دكتور دي فرصه وانت اكيد من حقك الانتهاز النهارده الباتل زون صح ودي مش بغل ده كرسي عليك من الادمان اللي زيك مش هنذكر لو سبينا لهم الدين انت وامثالك بجد عار على الجيل القديم مفيش مقارنه بيننا انت بتقارن مين بمين واحد في وقت فراغه بيفهم الناس الهيب هوب والتاني في وقت فراغه بيعمل فيديوهات على الانستجرام بيرقص على مهرجان الحب طالع كمين خليك كمريض على نفس خط السير
في كل تراكاته بيقول مش محتاج بيوته، في كل بوستاته بيطلب من الناشئ. فريق مش فاهم ايه فاضطرت بنفس اسلوبك من كتر ما انت جاهل، عملت تراك على بيت اولد سكول وفي التراك بتقول اسم احسن يسكولر. طيب تشجيع زارا. من بعد مواجهه استمرت اكتر من سنه، الباتل ليج وصل للنهايه.